انت في تونس تعرضت المضايقات من المواطنين التوانسة؟ تعرضت انه عملوا لك حاجات خايبة في تونس ولا جهين برك؟ جهين برك اكاهو والله. يعني ما فيش عنصرية، فهمتني؟ جهين برك ما فيش ولا حاجة، ما فيش في الهوم كل يحبوك العباد ويسلموا عليك ويحترموك. الهنود كل كل الناس الكل معاك باهي. نفيسة نفيسة معروفة، نفيسة نفيسة كيف بشبوش معروفة، هو كيما البشبوش معروفة. قلت لك معروفة كيما البشبوش يا نفيسة، حتى أنا مش يقعد نهتري بيه، حتى أنا نعرف نفيسة.